الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعتذر عن تقديم نشرة أنباء الصباح لهذا اليوم، وذلك بسبب الإضراب العام في قطاع الأعلام الذي دعت إليه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. هذا الإضراب يمتد كامل نهار اليوم 17 أكتوبر، وقد تقرر تنفيذه بعد رفض الحكومة تلبية مطالب الصحفيين والعاملين في القطاع الواردة بلائحة مهنية موجهة بتاريخ 25 سبتمبر المنقضي. الأخبار.